هلو مستر بخيت. I'm very happy to see you. اهلا وسهلا، شرفت. مستر فرانك عاش في مصر كتير، بيعرف عربي زينا. طب كويس. احنا بقى نقدر نطلع لنا بكام في القضيه دي؟ نقدر نقول مليون دولار ذا اتليست. ما بلاش تفتره، ما تخليهم نص، ها؟ اتلايم عليهم بس. بس خلي بالك، اتعاب المحامي هنا 33%، 33% من قيمه التعويض. 33%؟ ويفضل انا ايه؟ ما تطلب لي 2 مليون. ممكن قوي. قضيتك مضمونه، بيسموها هيت اند رن، يعني اللي خبطك خبطك وجري، ودي جريمه كبيره قوي في القانون. حلو، حلو قوي. بس خلي بالك، القضيه هتحتاج شويه مصاريف الاول. مصاريف منين؟ ده انا ما حلتيش دولار واحد. ولا يهمك يا بخيت، انا هدفع كل المصاريف. لما تاخد التعويض يبقى اديهم لي على مهلك. متشكر قوي يا نوفل، ان شاء الله ليك الحلاوه. انا حلاوتي 25% من التعويض. انت 25 وهو 33. انا هيفضل لي ايه؟ ده ظلم. مستر بخيت، تيك ات اور ليف ات. بيقول لك يا توافق يا بلاش منه. نو بروبلم. اتس ا ديل. كونجراتيوليشنز. كونجراتيوليشنز، مبروك. مبروك عليكم انتوا. دلوقتي لازم نلحق ندخلك مستشفى عشان ناخد شهاده تثبت الاصابات اللي فيك قبل ما تخف، وعلى قد الاصابات على قد ما تتحدد قيمه التعويض. على قد الاصابات على قد ما تتحدد قيمه التعويض. يس. اطلب 5 مليون. دماغي. التقرير فيري جود مارفلس. بس انا بفكر كمان نعرضه على سايكاتريست. فيري جود. يدينا شهاده بان الحادثه سببت له شوك، صدمه نفسيه، وضعف جنسي. ضعف جنسي ده ايه؟ انتوا كده هتبوظوا سمعتنا في وسط الحريم. بخيت، ده هيفيدك جدا في موقفك في القضيه. يس ماي دير. في الحاله دي انا اقدر ارفع قيمه التعويض ل 7 مليون دولار. 7 مليون دولار؟ ما تخليها عجز جنسي كامل، هي هتلزق. انت كده بقى تعجبني. بس ال 2 مليون زياده دول انا ليا فيهم 75%. وات؟ تيك ات اور ليف ات. بات انكل بكين، اتس ا جيرل، بنت. يس نو جيرل. جيرل هنا بيتر ذان بوي. البنت هنا زي الواد، وجع كمان. اي بلاي امريكان ستايل. بكيت يور تي. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو جاكي. ويلكم. يا وات ار يو بلاينج؟ وي بلاي 10 كوتشينا. باسرة. هو باسرة. This is Mr. Jackson. مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة. Mr. Jackson was received very warmly by thousands of New Yorkers. His daughter Marlene was with him. ودي مارلين بنته الوحيدة. مارلين دي حلوة قوي، ما شاء الله عليها، very beautiful. In his speech. كل استطلاعات الرأي بتقول إنه هيكسب أكيد، بس الناس بتحب بنته جدا. You are dreaming darling. جاكي مش عاجبها كلامك. أصل أنا ديمقراطي وهي هتنتخب مرشح الحزب الجمهوري. بيكي، أنت مع الديمقراطي ولا مع الجمهوري؟ أنا مع الحزب الوطني الأمريكي. على فكرة بخيت، جاكي قررت إنها تعمل لك بارتي صغيرة كده. هنعزم فيها الكلوز فريندز، نعرفك بيهم.